مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم مباشرة. خوتي غادي نقول لكم شكون بغى يدير الخير، مرة أخرى غنقول شكون بغى يدير الخير. علاش خوتي؟ المحظوظ دائما هو اللي تيكتب ليه الله باش أنه يشوف واحد الحالة اجتماعية، إلا اقتنع بالحالة ديال هذيك السيدة يدير الخير وما يرجعش اللور، لان كما تنقولوا خوتي الدنيا ما دايماش، وداك الشيء اللي درتي في الدنيا من الخير هو اللي كتلقى دائما قدامك امام الله سبحانه وتعالى. فهاد الام مشاهدي قناه شوف تي في ام مكلومه، ام تعاني، ام يعني عندها ثلاثه ديال الوليدات، ثلاثه بهم تشدوا في الحبس وتحكم عليهم ب25 سنه. ملي تشدوا في الحبس 3 سنين هادي وهما في الحبس، وهاد الأم في الزنقة ومن دار لدار، ما عندها لا فين تسكن ولا ما تاكل ولا ما تشرب، ما عندها لا حنين لا رحم سوى الله سبحانه وتعالى. وانتوما خوتي لا كتب لكم ربي انكم ديروا هاد الخير، فمرحبا بكم خوتي. نسمعوا المعاناة ديالها من بعد، يعني كيفاش كانت عايشة وكيفاش تبدلت حياتها من بعد ما ثلاثة الوليدات اللي عطاها الله، يعني ثلاثة الوليدات تورطوا في جريمة قتل وتحكم عليهم بالسجن مدة 25 عام. ماشي سهلة أخوتي، يعني باللي لو نهار كتلقى راسها ما عندها لا ولد لا بنت لا دار لا ما تاكل لا ما تشرب. طلب الله سبحانه وتعالى يبرد عليها، ونطلب الله سبحانه وتعالى يسخر لها العباد ديالو اللي يتعاونوا معها في، يعني في هذا الوقت اللي هي محتاجة للناس يكونوا هما وليداتها. ربما نعوضوها ولو القليل من الحنان، نحسوها انها ماشي بوحدها، انها وسط المغاربه، انها وسط القلوب الرحيمه. والحمد لله، يعني اخوتنا المغاربه ماشي مره ماشي جوج ماشي، يعني اللي كانوا في الوقت ديال الشده. ونتمنوا ان شاء الله تكونوا محظوظين وتشوفوا هذا المباشر وتساهموا باللي قسم الله. فهنا شنو كطلب؟ ما كطلبش الكثير، كطلب اللي يكري ليها بيت، بغات غير اللي يكري لها بيت. الدور عند الوجوه كل واحد فين كيعطيها ما تاكل وما تشرب، ولكن على الاقل من اللي يجي الليل تلقى فين تمشي تنعس. اذا مرحبا بكم خوتي، نسمعوا منا. شديت هذا مونتي شديهم بنفس اليد هكا، قربي يعني عليك شويه هكا، خلي هنا احكي لنا مونتي كيفاش كنتي بعدا قبل ما يوقع هذا المشكل، كيفاش كنتي عايشه؟ كنت عايشه مزيانه بنتي، العيشة مزيان، يخدموا عليا مساكين ويجيو عندي ويوكلوني ويشربوني. شكون وليدات؟ ها ولادي، ما كاين اللي يجي عندي ولا اللي يشوفوا يجي ولا والو. تقولي هما اللي كاينين، هما اللي كاينين، هما اللي كاينين، وانا مرا كبيرة وانا ما نكذبش عليك، هما اللي عندي. هما مشاو ضحكوا، وانا انا بقيت ضحكة 3 سنين وانا عندني صعيبة الله، وكنت في الزنقة شحال من مرة، وانا كنرقد في الزنقة ما نسيب كلشي سد. ما نسيبش. باش نقدروا نفهموا الصوت ديالك دابا كيما ما فهمتوش حتى الناس، يكونوا ما سمعوش. حطي هذاك الميكرو حطيه هنا صافي، وهضري غير شويه عليه وشرحي لينا، يعني عندك غير 3 الوليدات. عندي غير 3 الوليدات، عندي غير هما، وهما اللي كانوا خدامين ليا، وهما اللي كانوا يصرفوا يجيبوا ليا، وهما اللي كانوا هما مخليين من قصري ليا. كنت عايشه معاهم، هما اللي مشاو قايض ضاحيه، قايض ضاحيه، ما عايشاش، مضيعه في الزنقه عند الناس، خاطر اللي عاوكم خاطر بك في الزنقه، خاطر اللي عاوكم في الزنقه. ما نكذبش عليكم، مشاو ضحك ولا مشي ضحك، ما عنديش شنو السبب باش مشاو للسجن؟ شنو السبب؟ السبب لانه عاد السيد يجي يتهجم علينا، ويجي لينا في الباب، ويهرس علينا الباب، ويدقدق عليهم، ويشرب الماحيه ويشم. هذاك اللي مات؟ ايه، وما نخليه ما يقصر علينا، وما كنحلوش الباب. واليوم مشاو وخلوني انا بلاش، ما لي لا شكون انا شكون طيب، دابوا علي الجو، دابوا على الجو، دخل بغا يدخل عليا في الداخل ودي انا به مدير العيد، وانا هما مشاو حكموا عليهم 25 وانا بقاي ضحيه. من فما من مشاو ما تليش انا رجعت للدار كاع، وكل شيء لا معدي لا دار، معدي لا والو، ها وعد الدار عشوائي فما
ما بغيتش نسكن فيها، ما دياليش. والراجل قال لي بعدي من يعطيني تي ساعه ما خاصني بيك. دابا ساكن فيها الراجل؟ الراجل ما عرفتش ساكن فيها، جاوب مشى علم الله فين مشى. ما بغيتش تسكني فيها؟ انا ما سكنتش فيها، ما عنديش، انا ما عندي لا دار لا والو، عندي الله وعندي هذيك الوليده صافي، ما عنديش. وعلاش ما رجعتيش لهذيك؟ لا ما رجعش ليا، ما رجعش ليا، ما رجعش ليا، ما عنديش، ما عنديش الدار، ما عندياش، ما بغاليش الراجل. الراجل ملي تشدوا الدراري ما قال لي لا تعالي لا والو، هو مشى بحاله. فهو ما عرفتو فين زيد، وانا بقيت 3 سنين وانا ندور هنا عندي. هذا الجو حلو. لا ونهار يا راجل لا 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 ولا والو. انا تنعيش في الزنقه وعند الناس صاري بحال الحباب صافي. وعييت. ما يشرب ليا حتى واحد. قلبي يشرب ليا حتى واحد. يشرب ليا حتى واحد لا يشتي ليا خاطر نبرك حتى من خاطر في الزنقه خاطر كاع في الشانطي خاطر والو صافي. ما عندي حتى حاجه. كتشوفي مامتي وليدات اكثر من تنشوف ما تنشوفهمش، ما عنديش باش نمشي لهم، ما عندي ما عنديش باش نمشي لهم، وما عنديش باش نطلع ليهم، وانا مره كبيره ما عنديش نتلاد الوليد. انا كون انا علاش نقعد نمشي ولادي 55 وانا بقيت ضاجه، علاش بغيت نقعد ندير؟ علاش؟ لما نموت وغادا نطرد للثاني نمشي للسكه ويشدوني الناس يقول لي شوفي وين انتحر، وين انتحر، لا ما انتحر حسب 3 سنين، 3 سنين شافوني شحال من واحد يقول لي عاد يجرني يقول لي امي عايشة فين غادية؟ تجي عندنا لا مرحبا بيك، حنا تيك مولا وتيك خوتنا، الله يرحمك والدينا ديري هاد الشي وصافي. كتظلم ظلم ظلم راسي ومريضة في راسي ومريضة في القلب ديالي، ما عنديش لا من بيا لا من يشوف بيا. ست جيران هنايا مرة يشد يشد نمشي عندهم مرة نكونوا سيادين كلها في حاله. وكاين اللي خدت لكم. وانتي بنتي في الزنقة؟ مت 3 مرات. اللي بنتي في الزنقة؟ بنت في الزنقة. علاش؟ إيوا ما قديش صباح الليل ما قدرتش ندق على العباد الله. نقول لهم خلوني نبات حتى الصباح. ما قدرتش. أنا راه ولا نطلب من راه نبيع ونشري كيما أنا نبقيت عندي الصحة. ولا نعيش أنا. ولا نعيش. نقول مشيت عند ولادي 3 سنين، انا ما مشيت عند ولادي 3 سنين. ما شتيهم؟ ما شتيهمش. 3 سنين. فين كاينين؟ كاينين في بلاد، قالوا لهم اي 3 سنين. ما شتهم، ما زال نشوفهم، ما نشوفهم، ما صح. شنو اللي خلاك ما مشيتيش تشوفيهم؟ ما عديش. بغيتي تمشي؟ بغيت نمشي، بغيت باش ندي لهم. بغيت نمشي باش نشوفهم، ولا ندير عليهم محامي، وندير عليهم الجهد ديالي، واش جهدي كثر من جهد كثر من جهدي، وقيتي ما عرفتش ما ندير، ما نعرف ما والو، ما انا قاريه ما انا عارفه ما والو، ما نعرف نسير، ما نعرف نمشي، ما نعرف ندرج، فين ما مشيت نتلف، فين ما مشيت نبرك، يا في الزنقه يا في الشاريه، اي حاجه ما عندي عندي الله، وشجرة الملك الحسن محمد السادس، والله ينصر سيدنا سيدي محمد، والله ينصر المحسنين، شوفهم من حالي. الله يرحم الوالدين وخارج الوطن وداخل الوطن. شنو كنطلب يا مولاي؟ كنطلب الله. عاد دابا نقولوا مشاو لك 3 ديال الوليدات، دابا عندك وليدات. بغيت نمشي عندهم، عندي خاصني نمشي عندهم ونكون شرط جيد. خرج وليدي جوج ويبقى واحد. ما نكذبش عليك. باش نجي باش ما نبقاش عرفتي شواولي وكواولي. 3 دراري مشاو، ما كيكونش 3 دراري مشيو. هما اللي عندي. عندي الله الحق سبحانه. علاش هما اللي كانوا هازيني، هما اللي كانوا يوكلوني ويشربوني، ودوكا ما بقى عندي حتى واحد. عندي عشتيران بحال وجهك، كل الله في راسه. كاين اللي عندو ضيق بوليداتهم خاطر كاين والله. واش نقعد عندهم واحد نقعدو يومين، واحد نقعدو 3 ايام، واحد نقعدو عندو نهار، واحد نقعدو دقيقه نخرج ندخل صافي. نطلب من دار لدار، نطلب من المحسنين، ولا رسول سيدنا سيدي محمد. وخارج الوطن وداخل الوطن الشعب المغربي نطلب منهم تعاونوني على وليداتي، يجيو ليا شي حل ومغاسه كان بيت نسكن فيه تفرش الله. قلتي لي كريم كريم بيت بيت صافي بيت ولا كوزينة ولا عقد القبر، وما نبقاش عايشة في الزنقة. أنا طلبت وعييت ومريضة ونظن أول ما جاك تلقبني ما عندي فلوس، ما عندي باش ندير قلت لك سنين وأنا سنضيع. وكل ما نسد ناسي كيكون كي ما يشوفني ما يضركش ليا، كل واش يعطيني ناكل ونشرب
ونمشي ثاني ونمشي ثاني ورجع ثاني وقعدهم 3 سنين بالليل ونهار. ولادكم انتي اللي كنطلبوا ربي سبحانه وتعالى الله يطلق سراحهم، ولادك ولادي واش كانوا دراري يعني شهاده، واش كانوا شي دراري خايبين؟ واش ما عمرهم من الدار وسوقوا لي عليهم مدينه اخرى يبقى كامله، ما عمرهم من الدار، عمرهم ما ضاربوا، ما عمرهم تشدوا بالحبس، ما عمرهم تخاصموا، ما عمرهم سرقوا، ما عمرهم داروا حتى حاجه، كل شيء ما تدخل يبقى كامل. حزنت عليهم دابا غير ناضوا يضربوا مع هذاك كثر عليهم، كثر مكتوب عليهم داهم بثلاثه، ما عنديش ميكانيك، ما عندي فلوس، ما عندي من يدوي عليهم، ما عندي الله الحق سبحانه، عندهم الله الحق سبحانه، ما عندهم من يدوي عليهم، ما عندهم من يدير لهم محامي، ما عندهم حمره صافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، داهم بثلاثه، بثلاثه هما اللي كاينين، كناكل معاهم ونشرب معاهم، ماضيين فيا على قد الحال، خدامين، ما عندي دخول يبقى كل شيء، بقاو فيهم كاملين، حزنوا عليهم. انا تسطيت، انا عاد عجبني شويه الذاكره، انا تسطيت ومشيت بحالي، ومشيت بحالي، زيت حوايجي زيت بحالي، تسطيت وهبلت ومشيت بحالي 15 يوم ما دويت، ولا تكلمت صابرين صدامت، ما بقيتش عقلت. عيت ولادي كنرقد، كنرقد بالليل وكنسيبهم حدايا، والصباح ما نسيب والو، كنرقد بالليل هاد الناس ونسيبهم، نسيبهم كاملين حدايا، وما يوم نوض الصباح ما نسيب والو والو. ما نكذبش عليك، رانا في العذاب، والحمد لله حمدت ربي وشكرته، نطلب من المحسنين الله ينصر سيدنا سيدي محمد، يشوف من حال وليداتي، ويشوف من حالي، ويشوف من حال أمة محمد. الشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، أنا رييت، أنا رييت، ولادي مشاو ليا وخلوني، أنا ندور للزنقة نقول ما سيرتش الناس، عطوني ناكل ودخلوني مرة مرة. يا ولادي وعرفوني وجواوني، واش في الزنقة بغيتني؟ أنا طلبت الموت، طلبت السكان نمشي ليهم، طلبت التراني ندوز فيهم، طلبت نشنق راسي. الله ربي، الله ربي الملك الله ينصرو، الله ينصر سيدنا، الله ينصر الشعب ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن. الله يرحمكم والدينا، شوفهم الحالية المحسنين. أنا بغيت غير بيت ونشوف عند وليداتي، ما عنديش غير هما، كاين الله الحق سبحانه، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. عندي صحة، ما عندي والو، أنا كنضيع، أنا ضعت، أنا ضعت، ولادي ضاعوا، ولادي ولادي ماتوا، وأنا لا إله إلا الله، ولادي ماتوا، وأنا ما عنديش شيء، ما عندي ولادي. مشاهدي قناة شوف تي في، يعني هذه أم محتاجة دعواتكم، محتاجة مساعدة ديالكم، محتاجة البارطاج ديال هاد الحالة ديالها، ربما توصل للناس اللي يقدروا يساعدوا ماديا. مهمتي طلبوا الله سبحانه وتعالى الله يبرد عليها، ما طلبتش الكثير. مهمتي عرضة للشارع 3 سنين هذه وهي من دار لدار. قلت لها شحال مرة باتي في الشارع؟ شحال قلتي لي؟ ثلاثة المرات باتت في الشارع. علاش؟ لأن ما قدرش تدق على الناس في ديورهم بالليل، مشى الحال. فهنا مشاهدي قناة شوف تي في، شنو الطلب ديالها؟ الطلب ديالها تعاونوا تكريوا ليها بيت، غير شي حد، شي محسن يتكلف ليها بواحد المدة يخلص ليها الكرة، أو أنه يتكلف يبقى يخلص ليها الكرة، ولا تعاونوا جميع. وكذلك أنها تمشي تشوف كبتها، 3 ديال الدراري أخوتي راه ماشي سهلة. وليداتها كاينين غير في بني ملال، ما عمرها ما شافتهم 3 سنين، بغات تشوفهم، تمشي لبني ملال، بغات تمشي تدي وتشوف، يعني تخلي لهم باش يكونوا حتى هما، وكذلك انها تشوفهم تطفى هاد الجمره اللي عندها. السبب باش دخلوا للسجن هو ان قالت لك كاين شي واحد والله اعلم كان كيتعدى عليهم، وجا وخدا ليهم الحولي ديال العيد ياك، السقيطه ديال مذبوحه وهذا، ودا ليهم ديك السقيطه ديال العيد. صافي داك الغضب، ناضوا الخوت بثلاثه بهم، يعني وقع نقاش، وقعت مضاربه ادت للوفاه ديال هذاك السيد الله يرحمه. وهاد الشباب 3 مشاو ضحيه، ومشاو للسجن وتحكم عليهم مده 25 سنه. قالت ولادها شكراتهم، وقالت لك كاع الناس كيعرفهم، وكاع الناس بقاو فيهم، وماشي ديال الحبس، ولكن كتب عليهم المكتوب. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يفاجئها عليهم، وفاجئها على مهمتهم، وفاجئها على كل مسلم. اذا هنا خوتي دعواتكم، مساعده ديالكم، نخرجوا مهمتي من الشارع،
المساعده ديالكم نكون حنا وليداتها، اللي يعني ربي عطاها ثلاثه ديال الوليدات وثلاثه ديال الوليدات راهم مشاو ليها في مره، يوم راهم في السجن كتقول لك بحال لا ماتوا 25 سنه راه لا اله الا الله. ماشي ساهل شمس مسكين. انا مت دارتي، انا مت، هما ماتوا وانا مت، نكذبش عليك، هما ماتوا وانا مت، بقيت نشوف ولادي، بغيت ولادي نشوفهم يموتوا ما يمشوش كاملين، يكونوا بقى ليا عاجو وجو كيشدو واحد، وانا مضيعه في الزنقه، وما صد ما نكذبش، كل ما صد من دار لدار، واحد يشدني واحد ما يشدنيش، وكل ظروفه، وانا كنعيش في الزنقه، وما عندي صحه، وبقاو هي ولادي. وما عندي فين نسكن، وما عرفت باش ندير لهم محامي، وما عرفت باش نشوفهم، ثلاث سنين مشتهم، قرحت وتشويت، وبغيت نمشي للسكة جوج مرات وما يلقطوني الناس، والمغاربة، قالوا لي ما تمشيش تعيشي اقعدي جي عندنا كولي وشربي، فدير لك الله ما دير، دابا كاينين محسنين وكاينين كلشي، وأنا ما عرفش يا أختي، ما نعرفش، ما نعرفش يعني أنا ما نعرفش لا نحسب لا فلوس، ما نعرف نصير، ما نعرف أنا بنت بابا ربي وسنقولوا عليا، ما نعرف هما اللي كانوا وازيني كلشي يجيبوه ليا، كلشي يجيبوه ليا، ما نعرف حتى حاجة، كلشي يجيبوه ليا وكلوني يشربوني مشاو عليا، أنا مشيت حتى هما ماتوا وأنا نمت. يعني بين ليلة ونهار صافي تبدلت الحياة. صافي، عشت أنا صافي، ما بقايش عبد العقاد مشيت 15 يوم وأنا كان صافي ما بقايش عقلت كاع، صافي مشيت فيها. مابقيتش عقلت مابقيتش حسيت مابقيتش صافي صابو ليا مت، وعاد غادي يدي عافو الزنقة، ردوني، ردوني 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 صافي هما جايين صافي، مني رقد نسيبهم حدايا، مني رقد نسيبهم حدايا، مني نور نسيبهم مكاينينش، نسيبهم مكاينينش، اليوم نطلب من المحسنين يشوفو من حالهم ومن حال وليداتي. السلام عليكم خوتي المغاربة. السلام عليكم خوتي المغاربه. هاد الام هذه تقدر تكون اي ام ديال اي واحد اللي يقدر يوقع في هذا المشكل هذا، وهاد الدراري ولادها راه كنعرفهم مزيان وكانوا صحابنا، يعني دراري ماشي شي مستوى اللي غنقولوا راه يديروا هذاك الشيء وتيديروه ديما، مره غلط وقع بحال هكا يا صافي جات وما يستاهلوهاش صراحه، ما يستاهلوهاش وما يستاهلوهاش، يعني كانوا صحابو كنعرفهم مزيان، هاد عبد الرزاق ومصطفى مازال عبد الله ما كنتش كنعرفو كان صغير ما كنتش نعرفو مزيان، عبد الرزاق كان هو كيسمع في حقه، كان من الدراري اللي يسمع في حقه ويقدر في اي حاجه يسمح فيها ويطلع ليه الدم ويشد في خاطره ويقدر يبكي ويخرج يهضر ولا شيء وما يتيشوش والو ما يدير شي حاجه، حتى كتاب عليه هذا المكتوب هذا، وخوتي المغاربه اللي سخاب شي حاجه اللي بغى يدير شي اجر يديروا مع السيده هذه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انتوما كتشوفوا المعاناه ديال المهمتين من هذا حقاش كنشوفوا كنشوفوها يوميا، كنشوفوا يوميا هذه المعاناه مسكينه، شنو كتسنى كتسنى شي ماتش ديال الكره في شي قهوه يكون مجموعين فيها كاملين الدراري باش الله مسكينه تدخل باش هذا يعطيها الفرانك هذا يعطي 100 هذا يعطي باش مسخ الله، المهم حتى بنادم راه ما عندوش كل كيدير جهده، ولكن هذاك الشيء ما كافيش لهاد الام هادي باش غادي تمشي تشد الكار لبن ملال وغادي تمشي شو شحال ديال المخسور عندها، راه تبغي تمشي على بلاصه هنا قريبه عندها عندك مخسور، ولا اله الا الله محمد رسول الله. اخويا السكن فين كتسكن هي؟ السكن فين كتسكن هي؟ ما هي ما ساكناش دابا هي مره تجي عندنا حنايا مره تمشي عند الجيران مره تمشي عند الناس، المهم كاع الناس اللي كانت كتعرفها ولاد وكان يعرفوها راه كتمشي تقعد عندهم ثلاث ايام اربع ايام سيمانه هكا، ثاني نفسها ثاني تضرها كتقول راه نمشي عند ناس اخرين ثاني ننفس واحد شويه هادو، فهمتي هذا هما كيفاش كتعيش وصافي. اي والله يجازيهم بخير اللي فيه ما يدير شي صدقه ولا شي حاجه، راه السيده هذه راه ديزا فيها راه ام اللي كتستاهل اي حاجه يديروها معاها راه مزيان، اي والله يدير الخير وصافي. نعم اخي عطينا مزيان. اذا هنا مشاهدي قناه شوف تي في كتقولوا لي كيفاش نديروا نتواصلوا معها، خوتي اللي بغى يتواصل معها يتواصل برقم الهاتف ديال الاخ اللي هضر معنا لان مهمتي ما عندهاش تليفون، نصور لكم لاكارت ناسيونال ديالها، اللي بغى يصيفط لها شي حاجه غادي يصيفطها في الاسم ديالها هي، وهذا السيد هذا اللي هو صديق ديال ولادها ومن بين الناس المحسنين اللي كيتعاون حتى هو والاصدقاء ديالو باش ما قسم الله، فنعطيكم رقم الهاتف ندير تذكير وراني دايره في العنوان ونصور لكم لاكارت ناسيونال ديال مهمتي، واللي صيفط لها شي حاجه يصيفط الكود، فما يمكنش يعني دوك الفلوس غادي هي اللي تمشي تيريهم هكا خوتي، اللي قدر مثلا يجي تاني يكري ليها هو بيديه يجي يكري ليها يتواصل مع الاخ فهاد النمره ويجيبها حتى لعندو، راه دابا كاينه في المبيعات
وتحاولوا تلقاو ليها واحد البيت تستر من الزنقه اللي يقدر باش يعاونها باش تمشي تشوف وليداتها. فنخلي لكم رقم الهاتف ندير تذكير، هو كاين في العنوان، نعاود ندير تذكير 07 62 78 85 24. هذا هو رقم الهاتف ديال السيد اللي دوا، هو الصديق ديال وليداتها ومن بين الناس اللي كيتعاونوا معها باللي قسم الله هو والاصدقاء ديالو الجيران اللي كاينين هنايا في حي الانبيعات. لاكارت المهمتي ديالك كما قلت لكم خوتي غادي نصور لكم لاكارت ناسيونال ديالها، يعني اللي بغى يصيفط شي حاجه غادي يصيفطها في الاسم، اللي بغى يصيفط شي حاجه غادي يصيفطها في الاسم ديالها. الاخ اللي يهضر معكم هو وصاحب يعني رقم الهاتف هو ما عليه الا انه يتعاون معكم كوسيط خير، صله تواصل بينكم وبينها. الاسم ديالها عيشة شاكير. نتمنى تكون لاكارت ناسيونال واضحه. الا ما واضحاش مزيان الاخ غادي يصورها لكم في الواتساب، يعني اي مساعده صيفطوها صيفطوها في الاسم ديالها. حتى هذا السيد الله يجازيه بخير، كاع الناس هنا اختاروه انه هو اللي يكون بجنبها، لان اصلا تيعاونها باللي قسم الله، يعني اللي قدر عليه واللي قدروا عليه كاع الاخوان كاع اللي هنايا بقات فيهم بزاف ولكن ما لقاو لها جهد. ممتي بغات غير اللي يكري لها بيت واللي يعاونها باش تمشي تشوف وليداتها في بني ملال. عيشة شاكر. نتمنى خوتي تكون لاكارت ناسيونال واضحة. شاكير سي اش ا ك اي ار. ولا ما واضحاش خوتي حاولوا انكم تواصلوا مع الاخ في رقم الهاتف هو يصورها لكم في الواتساب ولكم الاجر. نعم مومو هكاك كما كتبتيها صحيحه، شكرا لكم. شوفوا مومو راه كتبها صحيحه، شاكير سي اش سي اش ا ك اي ار. اذا شكرا لكم متابعي قناه شوف تي في. قلتوا لي هاد المراه فين ساكنه؟ خوتي راها ما ساكناش، راه هذا هو المشكل اللي عندها. الا لاحظتوا معنا حنا غير مول هاد المحل هذا، سمح لينا صورنا عنده هنا، لان من الناس اللي كتبقى فيهم، من الناس اللي كيساعدوها وكيقدموا لها يد المساعده. فهي من دار لدار، ونهار اللي تحشم ما تلقاش ما تقدرش تدق على شي دار، راه كاتبه ميمتنا في الزنقه. اذا هذا هو الهدف من المباشر باش تولي ميمتي ساكنه، باش نوليو ونقولوا فين ساكنه ميمتي. ميمتي بغينا نعطيو عنوان، ما عرف ما عندناش عنوان اللي نعطيو، نقولوا لكم الشارع ولا نقولوا لكم من دار لدار. اذا ان شاء الله بالتعاون ديالكم بالبارطاج ديالكم بدعواتكم ان شاء الله غادي نشوفوا ميمتي فعلا غادي تولي ساكنه ان شاء الله. غادي تولي عندها واحد السقف اللي يحميها، غادي تولي تخرج واخا تقلب على لقمه العيش تطلب هذا وهذا، حتى واحد ما غادي يخليها بالجوع تاكل تشرب مع الوجوه، ولكن السكن تحرجات. اليوم تدق على هذا واليوم تدق على هذا واليوم تدق على هذا. يا ريت نوفروا ليها غير نكريو ليها بيت والباقي راه ربي تيحن فيه. اذا يلا خوتي تعاونوا ما تبخلوش، ما طالباش الكثير، والحمد لله تعاونتوا في كثار من الحالات بحال هكا، اكثر من هذه الحاله. هذه اكيد وانا متاكده ما غاديش تغلب بخوتنا المغاربه. الناس الجود والكرم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. بالنسبه للمهمتي دابا حنا كنديروا التصوير في حي الانبيعات، اللي غادي يربطكم بها هو رقم الهاتف ديال السيد اللي داز معنا دابا في المباشر اللي هو الصديق ديال وليداتها. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، شكرا لكم.